تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب زيارته لمحافظة الإسكندرية، أعلنت مؤسسة حياة كريم عن تكفلها بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة لأكثر من 1000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الإسكندرية، وذلك من قاطن مشروع التطوير الحضري بشائر الخير بتكلفة إجمالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه. وأوضحت مؤسسة حياة كريمة في بيان أنها بصدد دراسة تنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي تتناسب مع طبيعة واحتياجات تلك الأسر لإيجاد حل أكثر استدامة لهم، وسعيا لتحقيق التنمية المجتمعية وإعانة الأسر على تلبية احتياجاتهم المعيشية للخروج من دائرة الاحتياج إلى الاكتفاء والإنتاج. تأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات الرئيس وفي إطار رؤية المؤسسة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وفي ظل جهود الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية وتوفير الحياة الكريمة لهم.